منتخبنا الوطني يبحث عن استعادة التفوق بعدما بدأ متفوقا في النتيجة ثم تراجع منذ 3 سنين، تراجع وصارت الأفضلية لمنتخب تونس، يعني التقدم وليس الأفضلية الفنية والتكتيكية، تقدم لمنتخب تونس دائما. لعبة الدائرة المحورية هنا اللاعبة شانياز طالبي تتمكن من الحصول على 9 أمتار. طبعا هنا شانياز تسنيم طيب لاعبة نادي لابيير، التبادل بينها وبين فتيحة حيمر، التدخل من حارسة المرمى من جديد، التدخل مرة أخرى من حارسة المرمى وتهدئة اللعب من قبل آية بن عبد الله. بن عبد الله آية ومصري، آية مصري وآية بن عبد الله، تبادل للكرة، الدفاع المتقدم عن طريق لاعبة الموزعة من قبل موفقة كالأولى، إن شاء الله تكون موفقة كالمحاولة